مرحبا والسلام عليكم. أنا اسمي محمد، أرحب بكم جميعا إلى قناة تعلم هندي العربي. أهلا وسهلا بالجميع، وهلأ راح نتابع الموضوع اللي بلشناه اللي بدأناه في الفيديو السابق. عن كنا نقول في الفيديوهات السابقة إنه رحت رحلة من بومبي لمنطقة قريبة اسمها بونا، حوالي 2 ساعة 3 من بومبي، ورحت مثلا تزور مناطق سياحية يمكن في منهم بيسكروا، في أيامات بيسكروا، شو فلازم تعرف شو أسامي أيامات الأسبوع، لازم تعرف شو أسماء الأيام بالأسبوع، لأنه في أيامات بيسكروا في أيامات بيفتحوا. فلازم إذا حكى معك مثلا قال لك زي ما شفنا إنه راحوا على منطقة سياحية قالوا لهم يوم الاثنين بيسكر، قالوا لهم السنفر بان مسكر يعني مغلق، بان رحتي هي يعني بان فيكتور بان على الحل يعني بيعرف بس بان معناها مغلق، بس جملة كاملة سنفر اللي هي ماندي، سنفر كو بزيدوها مرات زيادة كلمة كو، سنفر إذا بدك تحكي على البساطة بفهموها عليك، سنفر اللي هي التنين بان، سنفر بان كل خل يعني تمارا بيفتحوا، شو تمارا خلة شو يعني بيفتح. أيام الأسبوع، الأسبوع سبتة، شو الأسبوع بالهندي سبتة، بس في ناس تانيين كمان بالهندي كمان في نفس الشغلات زي بالعربي في نفس الشيء إلى أكثر من كلمة، في منهم بيقولوا سبتة، في منهم بيقولوا هفتي، شو في كمان بقولوا هفتي. شو بقولوا هفتي، هفتي كمان معناها اسبوع. سبتة زي السبت او سبتة معناها الاسبوع. سبتة كي تن يعني، بس بدك تقول الملكية بتزيد عليها كي كيدن كاد كاد أو كي حسب شو مذكر أو مؤنث، أو للجمع بتقول كي، أو حتى يحترم شغلة بتقول كمان كي لو إنها واحدة، شو كويس، أو تحترم أخوك الكبير مثلا بتقول ميري ميري باي يعني أخوي، بتكسرها ميري بتقول إيش ميرا كويس، بتكسرها إنه احترام. هون بتقول للجمع كمان بيستعملوها بكسروها، فالسبتة كي دين، دين هي اليوم أو الأيام، السبتة كي دين أو هفتي كي دين، هفتي كي دين، شو هفتي كي دين كويس؟ يعني احنا كنا نستعمل أكثر هفتي شو، بس لما مناطق تانية بيقولوا السبتة تكون عارف شو الموضوع، أو عم بيعددوا لك شغلات بقول دو سبتة دو هفتي يعني مسكر لأسبوعين مثلا كويس، فعشان تكون عارف عيلة الهوليدي مثلا جيد. طيب هلا قلنا الصنفر، هاي ذكرناها في الحلقة الماضية لما قلنا انه مغلق كان يوم الاثنين، فقلنا الاثنين قلنا عنها الصنفر سم زي كأنها كلمتين سنفر، بس بقولوها بسرعة سنفر بان، شو سنفر بان يعني خولة يعني مفتوح كويس. اثنين هي الصم سنفر. هلا بنيجي لليوم اللي وراء الثلاثاء، الثلاثاء الثلاثاء يعني هي بقولوا لها مانجل بار، شو بقولوا لها مانجل بار، شو بقولوا لها مانجل مانجل بار، زي كأنك إيزي وين تتذكرها زي مانجل زي منغوليا كيف المنغول، وأنا بتقول شو مانجل بار. ثلاثاء
مانجل بار. كويس. يجي اليوم اللي وراء الأربعة. الأربعة معناها بود بار. شو معناها؟ شو بقولوها؟ زي بودا بس بدل بودا يعني شغلات قريبة عليها عشان ما ننساهاش. بود بار بقولوها. شو بود بار؟ يعني بتلاحظ كل آياتهم بيزيدوا عليها بالآخر زي كأنها كلمتين، بار 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 زي اليوم. شو بقولوا؟ بود بار، سوم بار، مانجل بار، بود بار. الأربعة. طيب اليوم الخميس، شو بدنا نقول الخميس؟ إذا كان هون بود فار بودا فار، إسا هون جورو فار. الجورو هو زي المعلم الهندي، المعلم اللي بيحترموه كمان بقولوا الجورو، هي الجورو يعني شو شاطر معلم خبير. كورو بار، كورو بار. كويس. فالخميس هي كورو بار، اللي هو زي كأنه يوم المعلم كورو بار. طيب هلا بنيجي ل يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم الشكر. هلا بتعرفوا انه في كلمة بتخليك تتذكروها. اذا يوم الجمعة. فاذا شكر بار. شو يوم الجمعة؟ شكر بار. وين الواحد يتذكرها؟ يوم الشكر. كويس. الآن شكر، شكر بار. يوم الجمعة شكر بار، يعني تستعمل في جميع أنحاء الهند، ما دخلش أي منطقة أو أي ملة. كويس. من جميع أنحاء الهند بيستعملوها، كان أردو أو غيره أو حتى اللغات الثانية. أنا في مئات اللغات المحلية في الولايات كمان. طيب هلا بنروح للفيلم اللي وراها، اللي هي شو؟ يوم السبت. وبعدها الأحد. عندك يوم السبت اللي هي شانيفار، زي كان يوم مشمس، زي سانيفار، كيف صاني مشمس. السبت هي بقولوا الشانيفار. شاني فار، يعني عشان يتذكرها، عشان الواحد بينساش كل كلمة بلزق فيها، يقربها لشغلة بعرفها. فإذا بتذكروا فيها الشاني زي بالانجليزي الصاني، بس بحط لها شاني فار اللي هي يوم السبت. والأحد بقولوا له رافي فار. شو الأحد بقولوا؟ رافي فار. مرات أيوة زي أيوة هيك، بس ما بلفظوها تا ترافي فار أو هيك، خفيفة جدا ترافي بار، زي كان هارافي بار. خلاص بيفهموها، ما يصعبهاش، بس تقولن رافي بار خلاص، ذاتس ات، مفهومة. رافي رافي بار، وهو يوم الأحد. وأيام السبت والأحد هي العطلة آخر الأسبوع يعني بالجامعات كانوا يعطونا، كانت السبت والأحد يعني بالجامعات الهندية بشكل عام. السبت والأحد هي الأيامات اللي بتعطل فيها الجامعة.
اللايبراريز والهاي بتضلها فاتحين كويس. بعض الدوائر بالدولة مثل البريد كان يفتح نهار السبت، بعض جهات الدولة كانت تفتح، بعض اللي بده يعمل معاملات كانت السبت كمان يفتح على شيء الساعة مثلا 12 أو هيك. فهاي بالنسبة لمعلومات أيامات الأسبوع، وبنتمنى لكم أسبوع ممتع، وشكرا على المشاهدة ورجاء الاشتراك، وشكرا ونراكم والسلام.